اهلا بكم مشاهدينا الجمال في حلقه جديده من حلقات صناع السعاده. صباح الخير يا عبير. صباح الخير يا مي، عامله ايه؟ وحشتيني. وانتي كمان وحشتيني جدا جدا ونورتي الدنيا كلها. صناع تسلمي السعاده ما تنفعش من غيرك حبيبتي، تسلمي. هو انت ممكن تكون عايش في امان الله وفجاه تلاقي اخوك حته منك بقى حي وهو ميت وموتك كمان معاه؟ هحكي لكم النهارده حكايه اخ واخت عاشوا وكبروا وفرحوا ولعبوا سوا زي اي اتنين اخوات، وفجأة الاخ ده دنيته وحياته اتغيرت 360 درجة، بقى واحد تاني خالص اكنك ما تعرفهوش. نزل درجة ورا درجة، سلمة ورا سلمة في دنيا الادمان، دنيا بطلها الكيف وصاحبها الخذلان. فاقوا الاهل فجأة على كارثة الادمان، راحوا بسرعة لمصحات علاج الادمان، وكانت المفاجأة والقصة اللي هتحكي لنا عنها النهاردة الفنانة والاستاذة انجي واخت الضحية. اهلا بيك يا فندم، نورتينا. اهلا بيك في صناع السعادة. انا مش عايزين عياط بقى. لا، احنا مش هنبتدي الحلقه بعياط. الاول عايزه اصبح على الساده المشاهدين، كل متابعي برنامج صناع السعاده، ومعانا النهارده انا كنت اتمنى الحلقه مع الفنانه والمطربه انجي تكون غنى زي ما انتم متوقعين، بس مع الاسف احنا طبعا بنقدم محتوى، وعشان بنقدم محتوى ودايما بنختار الموضوعات اللي بنتكلم فيها في البرنامج، حابين ان هي تحكي القصه بتاعتها ونسيب الفنانه انجي تتكلم. مبدئيا انا بشكر اسره برنامج الصحه والجمال على دعمهم ليا ووقوفهم جنبي في المحنه اللي انا فيها دي. بشكر كل كاست البرنامج على وقفته معايا برضو. والموضوع ان محمد اخويا كان في فتره، احكي لنا من الاول بقى هو كان عامل ازاي في البيت، هو كان شغله حد ايه كويس. وكان عامل ايه معاكي ومع بابا وماما والقصه كلها؟ احنا اتربينا يتامى، وهو عنده 9 شهور كان يتيم، يعني كان منطوي جدا على نفسه. لغايه ما بدا يكبر شويه، بدا يروح المدرسه ثانوي الكليه، بدا يتعرف على ناس شدته لطريق مش كويس، الادمان. يعني ما كنتوش اصحاب، هو كان منطوي على نفسه. لا، انا كنت صاحبته، دليل ان انا كنت بلحقه وبلاحظ تغيير عليه على طول. طيب امتى ابتديتي تحسي ان اخويا اتغير او سلوكياته اتغيرت او في حاجه غريبه فيه؟ حسيتي بامتى ان هو مدمن؟ العصبيه، مش قادر ان هو يتحرك، ما بقاش عنده طموح، اتغير في كل حاجه. انت معاكي واحد تاني، بيبقى معاكي واحد تاني خالص، وبيبقى مريض غصب عنه. المدمن مش مجرم، هو مريض. لازم يتعالج حقيقي. لازم تحتويه، مش احنا بس كأسره. لا، دي البلد. لازم تحتوي. صح. المدمن ده. صح صح. وممكن نستفيد منه، يعني لو اتعالج اكيد طبعا ممكن نستفيد من المجتمع منه، ونستفيد منه اكيد، عضو من اعضاء ممكن المجتمع. يبقى حد منتج كويس جدا للبلد. طبعا طبعا طبعا. فعشان كده انا نفسي ان البلد بجد تخلي بالها من الشباب. احنا عايزين نحكي شويه عنه. انا هحكي لك عشان طبعا الناس تعرف كان ايه وبقى ايه والادمان طبعاً بيعمل في الشباب. انا إيه؟ حياتي اتغيرت 360 درجه. يعني انا الفتره اللي فاتت كنت بفكر دايما اروح فين، اخرج فين، اغير بيتي، اغير عربيتي، هعمل كليب بايه. لما حصل الموقف ده اللي انا ما كنتش بشوفه غير في الافلام، فكنت بقول ايه، لا مش معقوله بجد اخويا اتاخد مني مره واحده. قلتي لا، ده حقيقه موجود، ده موجود في الدنيا، واتغدر بيه. اتقتل، مش ان هو موت نفسه، هو اتقتل. واتقتل من ايه؟ من المصحه نفسها اللي هي عالجته. يعني احنا بنودي المصحه امانه في ايديهم عشان يعيدوا سلوكه تاني ويعالجوه. طبعا ده المفروض الصح اللي يحصل، لكن بيحصل غير كده. طب احنا هنتكلم عن المصحات، بس عايزين نعرف في البدايه ازاي عرفتي؟ ازاي عرفت؟ طبعا بيبقى الاسلوب والسلوك، وقت يبقى كويس جدا وحنين قوي طيب قوي، وقت تاني تلاقيه عصبي، مش مهتم باي حاجه، مفيش مشاعر، في اضطراب في الانفعالات وفي السلوك، كل حاجه تغيير في كل حاجه. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني ومكملين معاكي استاذه انجي.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وبرضو نكمل حلقتنا مع الفنانة والمطربة إنجي، وهتكمل بقية القصة بتاعتها. يلا كملي لنا بقى اللي كنا بنقوله. بعد كده أول ما اكتشفنا بدأت أسأل إيه المصحة الكويسة. أنا ما أعرفش الموضوع ده، يعني ما فيش حد في عيلتنا، مش عارفة تعملي إيه والخطوات اللي تاخديها، وعاوزة ألحقه من الموت، خايفة. يعني أنا عارفة الموضوع ده لآخرته موت. انتي لحقتيه في ليفل عالي ولا كان لسه بادئ؟ كان لسه بادئ. وبعدين قعد فترة كبيرة في المصحة دي، وخلاص قال لي ان هو تعالج. مين اللي خلاه اصلا يدخل السكه دي؟ صحابه. انت بتوديه الكليه او كده، في الكويس وفي الوحش. في اللي بيبدا يقول له تعالى نجرب، ما اعرفش ايه، بياخد حاجه بتعجبه، حابب ان هو يجرب زي كل الشباب، يعيش بقى في مود زي الجو اللي حواليه، الصحبه. وده طيب. حاجه خطر، هي دي اوهام، ما بتبقاش حقيقه. تمام. طيب استاذه انجي، انا عايزه اسالك ازاي قدرتوا ان انتوا تقنعوه ان هو يروح مصحه؟ يعني دي خطوه صعبه، ومفيش اي شاب هيرضى ان هو يروح مصحه او يفضح نفسه او يبين ان هو بيتعالج. ازاي قدرتوا ان انتوا تقنعوه؟ دي كانت غصب عنه. وامتى بقى؟ يعني وديته غصب عنه، ما وديتهوش برضاه. لما لقيت حالته خلاص بتتدهور، في تدهور في الصحه والشكل والاسلوب. في الصحه زي ايه مثلا؟ حصل له ايه؟ احكي لنا الاعراض. بيخس طبعا، بيترعش، سخونيه، مش قادر ان هو يتحرك. انت خلاص بقى، انت معاكي مش بني ادم، هيكل بني ادم. بيتاذي نفسيا واجتماعيا وعضويا، وخلاص مش هيقدر يتحرك غير بحاجه زي كده. ما هو الادمان بيزيد. لما كنت بتمنعيه او حاجه كان بيبقى سلوكه عنيف معاكي؟ لا، بس كان ممكن يطوعني يوم اتنين تلاتة، ان هو طبيعته مش عنيف. يطوع يومين اتنين تلاتة، وبعد كده ما يقدرش. ما يقدرش خلاص، اول ما بيخرج تلاقيه اتغير، اتصرف في اي حاجة. وبقيت دلوقتي المخدرات بأي فلوس، بأقل التكاليف دلوقتي شباب كتير بتاخد، وفي انواع جديدة بتطلع وحاجات احنا مش عارفين مصدرها ايه، وفي متداول كل الشباب. واطفال بقت تاخد دلوقتي. استاذه انجي، خلينا نتوقف عند كلمه انت قلتيها، ان كانوا السبب في موته المصحه الخاصه. اللي راح اتعالج فيها، المفروض انه كان رايح يتعالج فيها. هل هو اهمال؟ هل هم ادوا له حاجه زودته، ادوا له جرعه مثلا قتلته؟ انت اتهمتي مثلا ان المكان ده هو كان السبب في موت اخوكي. اشرحي لنا ايه سبب الاهمال او ايه السبب؟ تعبير احنا عايزين نجيبها من البدايه، نكلمها عن المصحات، دخلته امتى، البدايه خالص دخلتيه ازاي، ايه التفاصيل اللي حصلت معاكي في البدايه. عبير بتقول سؤال مهم جدا جدا. جدا طبعا. المصحه دي وديناه، قعد 9 شهور، وكل ما كنت بسال عنه ده كويس لكن خليه يقعد تاني. مفيش زيارات؟ مفيش اي زيارات. نظام العلاج المفروض جوه ازاي يعني؟ ماشي الدنيا ماشيه ازاي؟ ما كنتش اعرف خالص، ولا كنت بكلمه في التليفون، ولا اي حاجه. ممنوع الزياره، ممنوع عنه كل حاجه. زي سجن بيتقفل عليه جوه مكان، ممنوع الطلوع. فالمهم ان خدنا حوالي 9 شهور. جات المصحه بعد كده تطلب منه فلوس اكتر. يعني هي قصة المصحات دي 90%. معانا الصور على الشاشة يا استاذة انجي. ده محمد اخويا حبيبي، الله يرحمه. ده كان كل حياتي، ومش اخويا، ده ابني. انت زي ما انت شايفة كده، حد الله يرحمه يا رب ويصبركم اكيد. يعني ما كنتش متوقعه ان انا اجي اليوم النهارده ان انا اتكلم عنه، ان هو مش موجود في حياتي. ما كانش ليكوا غير بعض، يعني انت وهو يتامى. بس بقى عشان كلنا هنعيط. ربنا يرحمه ويصبرك. ربنا يرحمه. انسي بس الدوله بجد تلحق باقي الشباب اللي بيموتوا.
شباب زي الورد زي الشباب زي الورد وهم دول الادمان وضحيه المخدرات وضحيه التجار اللي ما عندهمش ضمير اصلا بالظبط كده او المصحات اللي هي من غير ترخيص اللي اي مسجل خطر او تاجر مخدرات بيفتح دلوقتي مكان عشان بدل ما يقف في الشارع يبيع مخدرات ارجوكم يعني ارجوكم اعملوا التفتيش على كل المصحات اللي موجوده دي اللي احنا اتكلمنا فيها قبل الهوا احكي لنا بقى قصه المصحات وايه اللي بيحصل وماشيه ازاي انا عايزه اعرف عايزين نعرف قتلوه ازاي انت بتقولي قتلوه قتلوه ازاي ايه هو القتل مش عباره ان هو قتل مسكوا سكينه ذبحوه او كده لا المصحات دي اهم حاجه عندها الفلوس اكيد تمام لان اللي بيفتح المصحات دي بيبداوا معاكي بكام مثلا في حاجات بتبقى 10,000 في الشهر في 20 على حسب والمفروض بيتعافى قالوا لك هيتعافى بعد قد ايه قالوا لي ان هو 3 شهور بعدين قعدوه 9 شهور وان هو ومش خلاص مش لاقي نتيجه ولا شفتيه خالص خلال التسع شهور كان في نتيجه لا هو القصه ان هو بعد ما طلع بقى واحد في منتهى الجمال النتيجه بان بعد قد ايه هو بعد ما قعد 9 شهور وطلع النتيجه بتبان على طول في جسمه خلاص جسمه رجع نضيف رجع تاني بعد خالي من المخدرات ما هو الرجوع دي الرجعه دي اللي زودته الرجوع إيه دي ان هم اللي رجعوه ان هو يرجع يتعاطى تاني صاحب المستشفى دي هم 3 شركاء واحد انفصل عنهم راح خد مصحه جديده في مكان تاني فمحتاج طبعا ناس اللي كانوا موجودين عنده ان هم يروحوا المستشفى الجديده تمام فصلت ناس من عنده على محمد والله اعلم على مين وعلى مافيا مين بقى وعلى بالظبط كده مافيا على محمد اتصالات طبعا انا جبت التليفون وعرفت 32 مره بيتصلوا بيه انزل رسائل عندنا تعالى خد يا سيدي دي مره مش هتفرق عايزين يجروه تاني هو تاني ارادته في الفتره دي كلمينا عنها كانت عامله ازاي كان هو كويس جدا جدا ما فيش اي حاجه ولا حاجه إيه؟ باينه عليه عايزين كلمات كده قالها لك اليوم ده حديث كده كان بين اخ واخته ما لهمش غير بعض هو كان كاتب مذكرات ان هو كان غلطان ودي فتره من حياته عدت هو ندمان عليها جدا جدا الله يرحمه وان هو عمره ما هيعمل كده تاني اكيد الله يرحمه وكان موعدني بكده ان خلاص ما كان فيش اي حاجه تاني كان بعت رساله في المذكرات دي ولا لا كان بعت لك ايه الرساله اللي كان بعتها لك كان كاتب ان هو غلط ان هو مشي في الطريق ده وان هو عاوز يشتغل معالج ادمان علشان ينقذ بقيه الناس من كتر ما هو شاف الاسى في التجربه القاسيه دي وكان كاتب اغاني ان شاء الله في حلقه تانية هجيبها لكم عن الادمان وكان شاعر كمان باذن الله ان شاء ربنا طيب قولي لي عملتي اجراءات قانونيه ضد المؤسسه اللي هو كان بيتعالج فيها طبعاً. يعني في اجراءات مشيتوا فيها وفي محامي طبعا عملت بلاغ ضدهم وان شاء الله النائب العام ان شاء الله هنروح للاشاره ده باذن الله وان شاء الله هناخد خطوه ضبط واحضار لكل الاشخاص اللي شغاله في المستشفى دي يعملوا لهم تتبع لان هم خايفين جدا وغيروا برضو المستشفى لتاني مره لما عرفوا ان انا بدات اتكلم هم حاسين بقلق طبعا خلاص هيتكشفوا طبعا مستشفى شغاله من غير تصريح اللي شغالين جوه يا اما مسجلين يا اما تجار مخدرات ما لهمش تالت ما فيش دكتور بيتابع حتى المستشفى دي طب لو واحد تعبان عيان عنده فيروس سي عنده ايدز عنده هبوط في الدوره الدمويه لما بطل مره واحده في حاجات وفي عواقب بتحصل للمدمن لو هو بطل وفي مدمنين داخلين بامراض تانيه طب مين هيتابع كل ده والمفروض ان هم بياخدوا مبالغ كبيره عشان ده يعني المفروض يبقى متوفر كل الامكانيات الطبيه لاي مريض يعني لاي حاجه تضاهم لما كشفنا على اساميهم لقينا كلهم عندهم قضايا مخدرات فتخيلي انت مدخله ابنك او اخوكي مستشفى انت رميتيه في فقر مخدرات وكر تجار مخدرات يعني لو في البيت هتقدري تتحكمي فيه اكتر من كده انا توهمت ان هيتعالج يعني انا يا ريت كنت قفلت عليه الباب وديه المكان المظبوط اللي الدكاتره هيساعدوه المتخصصين المفروض كده يعني انا كنت متوقعه ان في تصريح للمستشفى دي المصحات دي
ففوجئت ان هو 90% من المصحات دي فاتحه من غير اي رقابه. ايوه فعلا. تنصحي بايه اي اب واي ام ابنهم على طريق الادمان؟ يعملوا معاه ايه في البيت وايه اللي ما ينفعش يعملوه معاه خالص؟ العنف لا. تحتوي كل احتوي ابنك او بنتك، بلاش عنف. حاولي ان انت تبقي حنينه معاها قوي. بلاش ان يبقى في بعد بينك وبين بنتك او ابنك. حاولي ان انت تتكلمي معاهم على طول، ما تخليش شغلك زي كده. بعد شغلك بيني غصب عنك. خدك منه طبعا. لان هتيجي في وقت من الاوقات هتندمي ومش هتقدري ترجعي اللي فات. خلاص خلاص هيبقى انتهى. اكيد. طيب قولي لنا بقى، يعني بالنسبه للحكومه، انت ما فكرتيش ان انت توديه مؤسسه حكوميه؟ اصل في اماكن خاصه بالحكومه بتعالج الادمان، ليه ما فكرتيش ان انت تروحي وتتابعي معاه؟ فعلا اثرتي نقطه مهمه جدا. طبعا. وننحني اكيد احتراما واجلالا للدوله المصريه والقانون المصري، اللي بالفعل في مواد القانون في جهات مختصه لعلاج الادمان ولجنه مكافحه الادمان، وبياخدوه يودوه للاماكن المختصه. عايزين نعرف ما لجأتيش لده ليه وايه التفاصيل اللي حصلت. تمام. هم دول احسن علاج على فكره. المستشفيات الحكوميه هي احسن علاج. لكن العدد محدود. وعلشان تخشي تاخدي دور عشان تعالجي مدمن هيكون مات. هيكون مات خلاص. فاحنا محتاجين برضو ان احنا بنناشد الدوله دلوقتي. ايوه انا عايزه رسالتي دي لوزيرة الصحة. أرجوكي، إحنا محتاجين عدد من المستشفيات في كل منطقة، حتى لو مستشفى واحدة نعالج فيها أولادنا. ده الطلب الوحيد اللي أنا طالباه، إن كل منطقة مستشفى. يعني أعضاء مجلس الشعب دلوقتي يناقشوا الموضوع ده. ياريت صح. هو جيل كامل بيضيع تعديل مواد القانون ومنع المصحات الخاصة ان هي يتعالج فيها الادمان تماما. عشان المعزلة اللي بتحصل والاتجار بالمخدرات، وان هم بيرجعوا تاني اللي بيتعافوا ويرجعوهم مدمنين. او يبقى في رقابة يا مي، او يبقى في رقابة على الاماكن الخاصة كدا. زي اي مكان خاص من وزارة الصحة تتابع الحاجات دي. حاجة زي كده. يبقى دكتور دكتور امراض نفسيه ويحددوا اماكن معينه، والشخص نفسه يبقى حسن السير والسمعه. صح بالظبط كده. صح. القانون بقى انا نفسي يبقى في قانون قوي رادع. رادع بجد. يعاقب كل تجار المخدرات. تاجر المخدرات دلوقتي بيخش 3 سنين 5 سنين بيطلع على نص المده عشان العفو اللي بياخده. طبعا صح. بيبقى جوه هو السجن فتره نقاهه، اهله 3/4 شغالين. المليون عنده بيبقى 100 مليون، وبيطلع بيلاقي حاجته زي ما هي وفلوسه زي ما هي، بل بالعكس في الزيادة. صح. وهو بالتالي بيكمل شغله وبيكمل تجارته الحرام. كل اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، لو تاجر مخدرات اتعدم واحد او اتنين او تلاتة من تجار المخدرات هيخافوا. صح. هيبقى انت قدامك حياتك. يعني اللي بيقتل مرة بياخد اعدام. فما بالك ان دول بيقتلوا الالاف والالاف من شباب مصر. حقيقه ما بياخدوش اعدام. طب تمام. فين العدل هنا؟ وصلتوا لفين في القضيه؟ يعني وصلتوا لحد فين؟ تعرفيني كده، بداتوا ازاي وصلتوا فين لغايه دلوقتي في القضيه؟ وده هيبقى اخر سؤال معانا. ان شاء الله هيتم ضبط واحضار الاشخاص دي واتهمهم طبعا بفتح مصحة غير مرخصة، وان هم دول المخدرات دي. في نفس الوقت ان يعني مش عارفة اقول لك ايه، يعني دول لازم ياخدوا حكم كبير. فانا طبعا بتهمهم ان هم قتلوا اخويا، وان شاء الله مش هسيبهم غير لما ياخدوا حقهم. ان شاء الله القضاء المصري يجيب لك حق اخويا يرجع. ان شاء الله حقه يرجع، وحق كل الشباب يرجع. ان شاء الله حقه هيرجع، وان شاء الله ربنا يعني ربنا كريم. وان شاء الله فاحنا ان شاء الله عندنا خطوه الاسبوع ده للنائب العام، وانا واثقه جدا 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 في النائب العام بتاعنا. حد نزيه قوي قوي. وربنا التفاصيل بتاعت القضيه باذن الله معاكي ان شاء الله بامر الله. ممكن ننهي بحاجه كمان، لحظه ما تقدريش تنسيها معاه، وحاسه بايه وانت لوحدك؟
حسب الوحدة. اه ان كل حاجة راحت حياتك. كل حاجة راحت. انتي ده توأمي مش اخويا. فما بقاش حد يسأل عليا دلوقتي. خلاص. طب ليه ما تعمليش حاجة تساعدي الشباب اللي زيه؟ بعمل دلوقتي. وبيجيلي كتير قوي على النت وبتكلم معاهم وبحاول اعالجهم عن طريق دكاترة. بالطريق المظبوط بقى. بالطريق الصح. اللي انا ما كانش عندي خبرة في اخويا قبل كده. فبحاول اعوض الذنب ده في الغالي بتاعك. وانت وجودك معانا النهارده بتدي رساله برضو للناس يعني ده دور مهم. وجودك النهارده مش طالعه بتعيطي ولا طالعه، انت طالعه بتدي رساله للمجتمع وللناس والام ولكل ام وكل اب. بالظبط بالظبط. فدي رساله مهمه. بشكرك استاذه انجي عبير حبيبه قلبي، حلقه مميزه ودايما متواجدين مع بعض سعاده وناجحين. ويا رب دايما عجبكم البرنامج وبتشجعونا. فعشا انهي الحلقه من غير ما اوجه رساله لكل اب وكل ام، خلي بالكم من ولادكم، شوفوا رايحين فين وجايين منين، ما تخلوش التزامات الحياه تلهيكوا عن ولادكم، دي امانه ربنا ليكوا. ورساله لكل شاب وفتاه بيتفرجوا علينا دلوقتي، تجربتنا النهارده للعزه والعبره. الادمان نهايته يا اما الموت يا اما تدمير نفسي واجتماعي، خلاص انت مدمر. بشكركم مشاهدينا الجمال، السلام عليكم.